أعتقد أن الدوافع والمحفزات إن كانت اقتصاد، سياسة، تغير مناخي، كلها قوية جدا الآن. وبالتالي على الرغم من وجود إغلاقات بسبب الجائحة، إلا أننا سنرى فورا مواصلة للمسيرة التي كانت قبل الجائحة، وهو توسع للهجرة العالمية. فهذه الدوافع تتسارع الآن. كندا 400,000 مهاجر كل سنة، وأمامهم طريق ليصبحوا مواطنين كنديين. ألمانيا، الأحزاب المؤيدة للجوء فازت، وليس المتشددي اليمين.